بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله إلى أن نلقى الله، وعلى أصحابه الأخيار، وعلى آل بيته الأطهار، وارض عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. في اللقاء الذي كان قبل يومين في سلسلة الحديث عن الذنوب الكبائر، كنا تحدثنا عن كبيرة السرقة، وقلنا إن العلماء من الشروط التي ذكروها في السرقة أن تكون السرقة خلسة، أما السرقة التي جهرة وسط الناس فالسارق لا يعاقب عليها بالحد، والشارع يقصد من وراء ذلك أن المجتمع يقوم بدوره. يعني كيف فرد يسطو على مجموعة، فهذه نوع من السلبية، وإن كان عليه الذنب ولكن لا يقطع فيه. لكن تكملة هذه الصورة، تكملة هذا الكلام، هب أنه العكس، مجموعة وقفوا ليسرقوا الناس ويقطعوا طريقهم ويقطعوا سبيلهم، هذه عقوبتها مضاعفة. كذا انتقلنا من الحديث عن السرقة إلى الإفساد في الأرض، إلى حد الحرابة. فهناك كما قررنا ونؤكد أنه في ذنوب صغائر وفي كبائر وفي فواحش، اللي هي أكبر الكبائر. الزنا كبيرة، الزنا كبيرة، أما أن يزني في رمضان فهذا أكبر الكبائر، أما أن يزاني حليلة جاره كما جاء في الحديث فهذا من أفحش الفواحش، أو أن يفجر بزوجة مجاهد في غيابه. يبقى السرقة كبيرة من الكبائر، قطع الطريق هذا أكبر، لذا كانت العقوبة فيه أغلظ والعقوبة فيه أشد، وسمي إفسادا في الأرض، وأصبح الحد عليه ليس حد السرقة وإنما هو حد الحرابة. والعلماء ذكروا أن قطع الطريق أو إخافة السبيل ليس شرطا أن يكون في فيافي أو في صحراء، قالوا سواء كان في عمران أو في بنيان، اللي هو مجموعة تقف تقطع الطريق، تقطع طريق الناس، تخيف المارة، تروعهم وتسلب ما معهم، سواء تسلب متاعا أو تسلب عرضا أو تسلب، المهم أنها أصبحت عصابة سطو مسلح تقطع الطريق. والعلماء في الفقه الحديث أضافوا لما نقول قطع الطريق هذا أيضا ينطبق على القرصنة البحرية، ولا احنا نبقى حرفيين ولك أصد قطع الطريق يعني الطريق اللي هو فين في الصحراء، لا هو طريق الناس أي مسار الناس، فليقطع على سفينة قرصنة بحرية أيضا هذا قطع طريق، اللي يخطف طائرة ويخيف الناس ويحول مسار الطائرة، مش عارف بيحسبوها له جنحة ولا بيعملوها في قوانينهم هم، وتبقى قضية تعويضات ومش تعويضات، لا إخافة الناس، أن يخيف الناس، أن يخيف سبيلهم، أن يجعل المسافر غير آمن وعرضة لقطع الطريق عليه، هذا لون من الإفساد في الأرض. لذا كانت أقصى العقوبات، أقصى العقوبات كانت في حد الحرابة، وهي بكسر الحاء يقال حرابة، أما بفتح الحاء وتشديد الراء فيقال الحرابة، فمعناه كثرة السلب، كثرة السلب. ويقال امرأة حرابة أي دساسة مثيرة للفتن. قال تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة
عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لما نسمع الآية نرى أنه في ترتيب عقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال العلماء ليس هذا على التخيير، لأنه أو تأتي على التخيير وتأتي ليس للتخيير، وإنما هذا كله أحكام حسب ما يراه القاضي. ومن العلماء من فصل ذلك، قالوا إن أخافوا الطريق وقطعوا السبيل فقتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. يبقى يقتلوا ويصلبوا، اللي هو قتل، احنا قطع الطريق ده متفق عليه، لكن ما بعد قطع الطريق ماذا فعل؟ في ناس قاومت فقتلها، وفي ناس أخذ أموالهم، يبقى دول يقتلوا ويصلبوا. يبقى الأساس في حد الحرابة، في حد الحرابة قضية الصلب، لما يعرف أنه مش يقتل بس، إنما يقتل ويمثل به ويصبح عبرة ليأمن الناس على أعراضهم وليأمن الناس على دروبهم. وإن من أمن العقوبة أساء الأدب. كل اللي احنا عايشين فيه ده كله نظرا لأنه ما فيش عقوبة. يؤخذ في بعض السجون في أوروبا، كنا نروح الدعاء يزور السجون، لأنه مع الأسف أغلبية في السجون عرب ومسلمين، فهذا بالدعاء لوعظهم ولخطبة الجمعة أحيانا. وأذكر كنا في بلد من البلاد كان عدد الموجودين في السجن أكثر من اللي بيصلوا معنا في المسجد، عدد الموجودين داخل السجن أكثر من الموجودين داخل المسجد. فكان بعض السجون في ألمانيا تحديدا كان بيكلف الدولة ما يقارب أيامها ب600 مارك، يعني 300 يورو، ويلبس ترنج وتغسل ملابسه كل يوم. ها طبعا أظن السجون كلها زي بعضها طبعا. فلكن لما تكون العقوبة رادعة وقوية يبدأ الناس زي ما بيحصل عندنا هنا، عندنا هنا في المرور انت حين بتشوفها خضرة تبقى متأكد انها خضرة، وانا اقول لك يا عم ما يمكن استوت، يمكن خضرة بس ايه استوت فدخلت على احمر ولا، فتبقى عندك ليه؟ لانك انت عارف انه في عقوبة لقطع الاشارة مش قطع الطريق. يبقى اذا قتل واخذ المال قتل وصلب. إن أخذ المال فقط تقطع يقتل ولا يصلب. يبقى لم إذا قتل ولم يأخذ المال، يبقى قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. طب قتل ولم يأخذ المال يقتل فقط، يبقى النفس بالنفس. طب إذا أخذ المال ولم يقتل، طب هذا كده سرقة، يبقى فين بقى السنة بتاعت الحرابة؟ هنا ما قتلش يعمل ايه؟ لا تقطع يده فقط، انما تقطع يده ورجله من خلاف. يبقى الحرابة فيها تغليظ في العقوبة. يبقى ده سرق بس، لكن ما دام السرقة اقترنت بقطع الطريق يبقى لابد من زيادة العقوبة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، انتوا عارفين العلمانيين بيكرهوا ليه شيخ الاسلام؟ ليه الحرب على شيخ الإسلام؟ حتى بعض العلمانيين في مصر كان بيتكلم بيقول إيه؟ إذا أردتم أن تحاربوا الإرهاب فأقيموا محكمة لابن تيمية فهو سبب الإرهاب في العالم. قالوا كيف نحاكمه وقد مات؟ قال تحرق كتبه وتصادر. لأنه شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر من كتب ودون لما هو آت، لما هو قادم، ولم يقتصر على علم من العلوم أو فن من الفنون، وذكر أمورا الباحث قد يعيه البحث في الوصول إليها فيجدها عند شيخ الإسلام مذللة دانية سلافة هنية. يقول رحمه الله ولكن على المظلومين ألا يستسلموا لقطاع الطريق. هو ده اللي بيخلوه يكرهوا شيخ الإسلام، لأنه شيخ الإسلام رحمه الله عالم ومجاهد ورجل لا يقبل الضيم ورجل يقف أمام المحتل ويقول للظالم يا ظالم، مش قاعد بس يقعد على السبحة لحد ما ينام ويصحى يوم مكمل، هذا عمه فقط.
قال عليهم ما يستسلموش للعصابة، لأنه لو شعرت كل عصابة أنها ستلقى مقاومة استراتيجيتهم في قطع الطريق سوف تتغير. طب ولو استشعر كل حرامي بشلن أنه مفيش مقاومة، كل عيل معاه مشرط هيعمل نفسه إيه؟ هيعمل نفسه معلم ويعمل عصابة. ليه؟ استشعر أنه لا توجد مقاومة. وذكر رحمه الله الحديث الذي رواه الخمسة: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ده رواه الخمسة. رواية النسائي تقول: ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. يبقى الدين ده رقم واحد، والعرض والمال. لا، حتى لو في مظلمة أقف لمظلمتي وأقول أنا مظلوم، هذا ظلم، هذا لا يرضي الله. فإن قتل وهو يدافع عن ظلم أو يدعو لرفع ظلم، مش هو يقول خلينا مع الاستقرار. الاستقرار الآن أصبح قرين كلمة الذل، قرين المذلة. كلمة استقرار أصبحت كلمة سيئة السمعة. هو يا عبودية يا فوضى، مفيش حاجة كريمة. أنت ليه بتخيرني بالاتنين؟ ليه تخيرني أو يخيرني بين إن أنا لا أتحدث عن الجهاد أبدا وأنت حدثت فيه، يبقى أنت تكفيري وأنت داعشي وأنت، هو مفيش مسلك آخر؟ هو إما أن يحذف الجهاد من 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 كتب المسلمين ومن نصوصهم، يا إما أن أوصم بالتكفير وأن أوصم بالخروج وأن أكون من الخوارج. لا، في الإسلام، الإسلام الحقيقي من مصادره الطبيعية. والحديث الذي رواه مسلم وغيره قال: يا رسول الله، لو أن رجلا جاء ليأخذ مالي قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. الفتاوى اللي بتطلع اللي بيعلم بها لربنا في كل اتجاه، يقول لك لو واحد ياخد مراتك سيبها له، ما هي اصل يروح ما بعدك روح. في كل عصر وفي كل جيل بتظهر هذه الفتاوى، ليست هذه وليدة اليوم. انما الامام ابو بكر بن العربي القاضي المالكي رحمه الله يحكي يوم ان كان في القضاء، قال: مر جماعة من المسلمين فقطعت عليهم الطريق وفيهم امرأة مسلمة فأخذت منهم عنوة. يبقى دول بقى مش قطعوا الطريق بس، ده قطعوا الطريق وانتهكوا العرض. قال، يقول القاضي رحمه الله: وإلى جواري بعض من ابتليت بهم من أهل الفتوى. بيقولوا جنبي مفتي من إياهم اللي بيقول لك الحشيش حلال، أصل الحشيش طاهر، وفي مش عارف مين كان يروي الحديث ويشرب حشيش، يعني ازاي ده؟ ايه ده؟ ده بيكرس لهذا، ايه؟ بيكرس لهذا الفقه. ولو مشينا معاه بهذا الامر خلاص هيبقى الدين كله عبارة عن مخدرات، ويبقى فعلا الدين افيون الشعوب. فنظرت اليه، قلت له: ما تقول في هذا؟ قال: قطع الطريق وما اخذ مالا. شفت الحرفية؟ قالوا المفروض قطع الطريق ده للسرقة. قال له: يا هذا، إن الرجل يعني يتمنى لو خسر كل شيء وما تعرض أحد لزوجه أو ابنته. لا خير في المال إن لم يزاد به عن الدين، وإن لم يزاد به عن العرض. قال له القاضي الإمام الفقيه المالكي: والله لو كان في الحدود ما هو أعلى من الحرابة لجعله الله في الاعتداء على الفروج. يعني حد الحرابة ده آخر إيه؟ آخر شيء. بيقولوا لو في حد أشد من حد الحرابة كان، تخيل الآن أصبح بنسمع كلمة الأخوات الأسيرات، ها؟ كنا نسمع عنها في فلسطين ونسمع عنها دلوقتي، بنسمع عنها في البلاد العربية والبلاد المسلمة، وأصبح بلا غضاضة. يقول لك الأخوات خدوا إفراج، الحمد لله، وأسماء على الأسفلت وعائشة على الأسفلت، وبيكتبوا كده وفرحانين إنه عائشة ليها سنتين، أو أسماء أو خديجة، وحاليا يقول لك وعلى الأسفلت، وكانت فين ليها سنتين؟ يقول لك أصله كانت
أصبح هذا من البلاء ولا أحد يتحدث عنه ولا أحد إيه؟ ولا أحد يذكره. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من الذين قالوا وأكد هذا المعنى إنه العقوبات هذه ليست على التخيير، قال وإنما يختار منها القاضي ما يتناسب مع الحالة، ما يتناسب مع الحالة. فمثلا لو واحد مدير بنك، مدير بنك اختلس أموال المودعين، حكموا عليه مرة في بحكم الشيخ ابن باز، حكموا عليه بحد الحرابة، يقول لك ده طب ده ما قطعش الطريق، ده قاعد في المكيف. لا، هو مش الموضوع قطع الطريق، هو الإسلام عايز المسلم يبقى آمن. آمن على إيه؟ على ماله، آمن على عرضه. لكن أنت كده بتجعل الناس يفقدوا الثقة، يفقدوا الثقة، يفقدوا الثقة في الدولة، يفقدوا الثقة في مؤسساتها، فيطبق عليه حد إيه؟ الحرابة. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله وقد وافقه على فتوى هذه هيئة كبار العلماء أن القاضي، قاضي المسلم العدل، يتخير من عقوبات الحرابة ما يتناسب مع أثر الجريمة على الفرد والمجتمع، على الفرد والمجتمع. تبقى قضية، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، توبة المحارب، إذا تاب المحارب ذكر صاحب الإنصاف من الحنابلة قال إن قتل يقتل. طيب أمال فين بقى يعني فاتت التوبة؟ قال يرفع عنه تغليظ الحرابة. يعني إيه؟ يقتل ولا يصلب. يبقى التغليظ في الحرابة في الصلب أو في قطع اليد والأرجل من خلاف. وحكى الإمام أبو بكر بن العربي الإجماع، إجماع المسلمين على أن من قتل في الحرابة يقتل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول فيفرق، يقول إن كانت التوبة من ردة، يعني ارتد وحارب ورجع إلى الإسلام، فالإسلام يجب إيه؟ يجب ما قبله. واستشهد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عاد ناس من الردة وأراد أبو بكر أن يأخذ منهم دية لمن مات في الحرب، قال له يا خليفة رسول الله هؤلاء رجعوا إلى الإسلام وأولئك ماتوا في الدفاع عنه وهم شهداء عند ربهم يرزقون. يبقى في فرق لما يكون الحرابة مقرونة بالردة وتاب ورجع، يبقى الإسلام يجب ما قبله. لكن المحارب المسلم لو انه قتل يقتل ولا يصلب. طيب وسرق، ترد الامور والاموال والحقوق الى اصحابها. فقالوا فائدة التوبة انها تسقط عنه حق الله ولا تسقط عنه حق العباد، حقوق العباد، الناس اللي بتستهين بحقوق العباد. العلماء قالوا الله عز وجل يعفو عن حقه ولكن لا يعفو عن حق العباد. وقال شيخ الإسلام أيضا في الصارم المسلول فائدة، يقول والحرابة ليست قاصرة على من حمل السلاح وأخاف السبيل، أي قطع الطريق، هو ده اللي بيخليهم يعادوه. العلماء كلهم بيتكلموا عن الحرابة اللي هو شوية عيال عصبجية قاعدين وسحبوا سيوف وثبتوا الناس وقطعوا عليهم الطريق، لكن شيخ الإسلام يقول لك لا، ده في حرابة، قال وهي على الإسلام أشد وأنكى، قال ومنها السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في الدين وفي مسلماته. قال ده أشد أنواع الحرابة. واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم شعراء سبوا الإسلام وهجوا النبي صلى الله عليه وسلم،
وعفى عن كفرة قاتلوه بالسيف. يبقى في كفرة وضعوا السلاح ودخلوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاهدهم وودعهم. أما الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين طعنوا في الإسلام، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم. ومنهم سيدنا كعب بن مالك صاحب القصيدة المشهورة، دخل متخفيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، حتى وقف أمام النبي وقال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، عفوا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذن بأقوال الوشاة ولو كثرت في الأقاويل. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بالقصيدة البردة المشهورة التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها بردته. لذا يقول العلماء: اللي يسب الدين أو يسب الله عز وجل إن تاب تقبل توبته، أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من يقول لا توبة له في الدنيا، وتوبته بينه وبين الله حتى لا يتجرأ على مقام النبي، لأن الله تعالى يعفو عن حقه ولا يعفو في حق خلقه، وهذا خير خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا في من قطع الطريق فأخذ حافظة نقود أو أخذ حقيبة أمتعة، فما بالكم بمن قطع الطريق على المستقبل؟ فما بالكم بمن قطع الطريق على النيل كله؟ فما بالكم بمن قطع الطريق على أمة أن تتقدم وأن تحيا كريمة؟ هذا هو قطع الطريق الحقيقي، ده قطع طريق على المستقبل. فما بالكم بمن قطع الطريق على الشريعة أن تطبق؟ فما بالكم بمن قطع الطريق على الكتاتيب وتلغى الكتاتيب بقرار؟ فما بالكم بمن قطع الطريق على تحفيظ القرآن، أو قطع الطريق على الاعتكاف؟ هذا هو قطع الطريق الأكبر، وهذا هو قطع الطريق الذي أسأل الله تعالى أن تثمل عينيه وأن تقطع أيديهم جميعا وأرجلهم من خلاف، وأن نرى فيهم آية من آيات عقابه وانتقامه. أسأل الله عز وجل أن يرد الضالين، وأن يتوب على العصاة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. سيدنا كعب بن زهير، كعب بن زهير، طب قول بصوت عالي. نعم، سيدنا كعب بن زهير، انا قلت خطأ كعب بن مالك، بنا يبارك فيكم.